السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده بخصوص حل مادة إنترنت الأشياء، مسار علوم الحاسب والهندسة، إعداد الأستاذ يحيى الحكمي، طبعا من موقع تو عرب. يتكون إنترنت الأشياء من شبكة من الأجهزة المترابطة التي تتواصل ببعضها. إجابة صحيحة. يتضمن إنترنت الأشياء الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت. إجابة خاطئة. جميع أجهزة إنترنت الأشياء متصلة بالإنترنت لإرسال البيانات أو استقبالها. تعمل الكائنات الذكية بصورة مستقلة دون تدخل بشري. إجابة خاطئة. يعمل بعضها بشكل مستقل، لكن البعض الآخر مثل الهواتف الذكية، الساعات الذكية، الصالات الذكية يحتاج إلى إدخال بيانات من قبل المستخدم. الكائنات الرقمية هي الأجهزة التي ترسل البيانات وتستقبلها فقط. إجابة خاطئة. يحتوي الكائن الرقمي مثل الهاتف الذكي على أجهزة استشعار ومشغلات. ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال مرحلة التفاعل مع التقنية على تسريع استخدام البيانات الضخمة. إجابة صحيحة. تقدم حاسب إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في وقت واحد لتطوير تطبيقات مشتركة. إجابة صحيحة. لا يمكن استخدام البيانات من مستشعرات إنترنت الأشياء لتطبيقات الواقع الافتراضي. إجابة خطأ. الصواب. يمكن إنشاء بيانات الواقع الافتراضي التي تم إنشاؤها إجرائيا باستخدام بيانات إنترنت الأشياء. تتواصل الكائنات الذكية حصريا مع بعض البعض. تتواصل. إجابة خاطئة. تتواصل الكائنات الذكية مع الخوادم والخدمات السحابية الأخرى بالإضافة إلى تواصلها مع بعضها البعض. لا يمكن لشيء بسيط مثل باب المرآب أن يكون جزءا من نظام إنترنت الأشياء. إجابة خاطئة. باب المرآب الذي يفتح تلقائيا عند اكتشاف حركة السيارة يعد أحد استخدامات إنترنت الأشياء، فلا تقتصر أنظمة الإنترنت الأشياء على استخدام الأجهزة المعقدة فقط. أي من التقنيات الناشئة التي تقود الثورة الصناعية الرابعة هي الأكثر تأثيرا على الاقتصاد؟ جمع التقنيات الثلاثة المذكورة، إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات، لها تطبيقات رئيسية في على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاستثمار في الروبوتات إلى زيادة معدل الإنتاج، كما أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من جودة البرامج المستخدمة لتشغيل الآلات، ويمكن أن يكون الإنترنت الأشياء دور وسيط بين هذين الاثنين. كل هذه التقنيات تساهم في تحقيق جودة الصناعات ورفع كفاءتها. الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة. الكائنات الذكية أجهزة إلكترونية للغاية، معقدة للغاية، تتطلب كميات كبيرة من الطاقة للمعالجة. إجابة خاطئة. يمكن أن تكون الكائنات الذكية أجهزة إلكترونية بسيطة للغاية لا تستهلك طاقة كبيرة. يتم تشغيل الكائنات الذكية حصريا من خلال مصادر الطاقة المتجددة. إجابة خاطئة. يمكن أن تستخدم مصادر الطاقة غير المتجددة كالبطاريات مثلا لتشغيل العديد من الكائنات الذكية. يمكن للكائنات الذكية إرسال البيانات من خلال مجموعة متنوعة من ترددات الاتصال. إجابة صحيحة. ترسل وحدة المعالجة بيانات المستشعر الذي تم جمعها إلى خدمات خارجية على الإنترنت. وحدة الاتصالات ترسل بيانات. إجابة طبعا خاطئة. وحدة الاتصالات ترسل البيانات إلى خدمات الخارجية. يمكن لمستشعر السرعة الكشف عن وجود أي كائن في البيئة المحيطة. إجابة خاطئة. مستشعرات الإشغال تكشف عن وجود أي كائن في البيئة المحيطة. يمكن للمستشعرات الإشعاعية الكشف عن أي قراءات حرارية في البيئة المحيطة. أجهزة استشعار تكشف الإشعاع البيئي. إجابة صحيحة طبعا.
إجابة خاطئة. أجهزة استشعار تكشف الأشعة البيئية. تتماثل العلاقات بين وحدة المعالجة والمشغل مع العلاقة بين حواس الإنسان والدماغ. إجابة خاطئة. العلاقة بين وحدة المعالجة المركزية والمحرك تشبه العلاقة بين الدماغ البشري ووظائفه الحركية. يمكن أن تأخذ المشغلات مدخلات بيانات متقطعة فقط. الإجابة خاطئة. الصواب، المحركات يمكن أن تأخذ بيانات إدخال مستمرة أيضا. يمكن أن تأخذ المشغلات مدخلات من المستشعرات مباشرة دون الحاجة إلى خدمات البيانات الخارجية. إجابة صحيحة. إن شاء الله نكمل بقية حل الكتاب في فيديوهات قادمة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.